بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا في هذا الاجتماع الموقر ومن مميزات المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية أن نعطر أجواء مؤتمرنا بعطر الشهادة والتضحية والفداء، الشهادة في سبيل القيم والدين الحنيف والدفاع عن الوطن وأرض الإسلام والمسلمين. لذلك سنقدم لكم في هذا الاجتماع كوكبة من ذوي الشهداء الذين سقطوا في مسيرة الزحف نحو فلسطين في ذكرى يومي النكبة 15 أيار والنكسة 5 حزيران، وفي طليعتهم أب حنون قدم ابنيه وصهره قرابين على طريق القدس، وهو وزوجته من الشهداء الأحياء، الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية في الحكومة المنتخبة في غزة. الأستاذ أحمد السيد أحمد زهير محجوب من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أب لشهيدين. السيد فراس محمود سليمان من جرحى ذكرى يوم النكبة. السيدة سحر علي حسن أم الشهيدة إيناس شريطح من شهداء النكبة. سليمان لحظة بالأخير أنت بالأخير. السيد سليمان جبر أبو الهيجاء أبو الشهيد من شهداء يوم النكبة.